سلام المسيح مشاهدينا عبر شاشة نور الشرق وشاشة نور سعد. من بداية التاريخ والكهنة موجودين بعبادات الناس، إن كان بالعالم الوثني أو العالم اليهودي. مع زوال الوثنية ما عاد في عندهم كهنة أو كهنات، ولما أحرق الهيكل سنة 70 بعد المسيح ما عاد في كهنة بالعالم اليهودي. أما بالعالم المسيحي فيسوع وحده الكاهن، مثل ما بنقرأ بالمزمور: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. وشددت الرسالة للعبرانيين على كهنوت المسيح. ما بقى في حاجة للذبائح، يسوع بعمل واحد أعطى الخلاص للبشرية، وما بقى في حاجة لهيكل بيرمز لحضور الله على الأرض. فيسوع المسيح منه الرمز لكن الحقيقة. ولما كان على الأرض درب تلاميذه تيكونوا كهنة بامتداد كهنوته. أرسلهم يبشروا بالإنجيل ويمسحوا المرضى، وأعطاهم سلطان غفران الخطايا، وعلمهم كيف بيوزعوا الخبز يلي هو باركوا وقدسوا. وبعد صعوده للسماء واصلت الكنيسة عمل الكهنوتة، فاختاروا الرسل 12 سبع خدام ليكونوا مع العنصر اليوناني، لأنه الرسل كانوا مع العنصر الآرامي، يعني بيتكلموا اللغة الآرامية. ولما بولس راح مع برنابا ليبشر، وضعت الكنيسة الأيدي عليهم وانطلقت بالرسالة، أو هن انطلقوا بالرسالة يعلموا ويعمدوا وينظموا كهنة وشيوخ بكل كنيسة بيمرقوا فيها. هالعمل يلي بدأ بأوائل الكنيسة بعده لحد اليوم مع وظائف مثلثة تحدث عنها المجمع الفاتيكاني الثاني، وهي التعليم أو حمل الإنجيل، التقديس أو ممارسة الأسرار، والتدبير أو عمل الراعي بخط يسوع المسيح يلي هو الراعي الصالح. هيدا يلي منسميه بكلمة مكرسة الكهنوت. سر الكهنوت إذن هو عنوان حلقة اليوم، انطلاقا من إنجيل لوقا الفصل 10 من الآية الأولى للآية 12. ودايما مع المسنيور الدكتور بولس الفغالي، دكتورة لهوت، دكتورة تاريخ أديان، دبلوم عالي كتاب مقدس. مسنيور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. فإذن مثل ما أعلننا، نحن رح نكون عم نتأمل بإنجيل لوقا الفصل 10 من الآية الأولى للآية 12. ومثل ما عودنا المشاهدين أنه دايما بنبدأ بأول قسم بقراءة لها النص وشرحه آية آية. تفضل مسنيور. العنوان بالإنجيل هون: يسوع يرسل 70 أو 72 في الرقمين. 70 يعني على بنا أنه أمم العالم هن 70، 7 ب10، أو 72 رح نقول ليش في 72. وبعد ذلك اختار الرب 72 آخرين، لأنه سبق واختار 12 رسول، مثل ما قالت هلأ ماري تيريز، اختار 12 رسول، وهلأ في هون 72. 72 يعني 6 ب12. وهلأ ليش 6؟ شو الأهمية؟ نعم، 6 ب12. 6 يعني بضل ناقص، منو بيكللون؟ هو يسوع المسيح. دائما 6 هي علامة النقص، لأنه مع يسوع المسيح بيكملون بيصيروا 7. نعم. إذن 72 مبدئيا، ال 12 هو رقم الكمال، لأنه 3 ب4 12. وهن أرسلهم 2 فإثنين يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه. إذا انتبهنا هوني كان بيقول اختار يسوع، هوني الرب، هوني الرب كتير مهم، لأنه نحن هوني صرنا من بعد القيامة. من بعد القيامة هو الرب الذي يختار 70. ليه؟ لأنه هو الانطلاق إلى العالم الوسطي،
12 انطلقوا الى العالم الارامي واليهودي اذا بدنا، وهون 12 منطلقين الى العالم الوثني الى العالم اليوناني. كثير مهم هون نفهم انه نحن الكهنه نحن منش الاساس، الاساس يسوع المسيح. نحن ننطلق ونهيئ الطريق ليسوع المسيح. يتقدمونه بيمشي قدامه بهيئوله الطريق حتى لما بيجي يسوع هو بيتوج كل هالعمل. هوني اذا كتير مهم دائما بنقولها، نحن لما نحن بنحمل الكلمه، مش نحن بنحمل الكلمه، الكلمه بتحملنا ونحن بعدين بنحمل الكلمه. بس اذا الكلمه هي ما لبستنا وما كانت بحياتنا وما كانت بقلوبنا ما بتوصل للناس. لكن من هو الكلمه؟ يسوع المسيح. فاذا نحن نمضي امام يسوع المسيح هو ياتي، وساعتها بيكون هالعمل اللي عملناه بتوج يسوع بحضوره. وقال لهم: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون. هون كلمة حصاد لها معاني عديدة. عادة الحصاد بيكون بنهاية العالم، إذا بناخد مثلا متى 13 بنهاية العالم يأتي الحصاد. لكن هون إذا بدنا نروح بأقرب طريق، الحصاد يعني راح مين عم بيصير مسيحي، مين عم بيتعمد، مين عم بيتقبل الأسرار. ولكن العمال قليلون. إذا العمال قليلون لأنه مؤكد قد ما نعمل، هل إذا مثلا عملنا إحصاءات بالعالم، إحنا ها بلبنان نشكر الله فيه، أو بالشرق في كهنة فيه، لكن اللي منروح على بعض بلدان مثلا إذا أخذنا البرازيل مثلا، تقريبا الخوري بده يروح من ضيعة لضيعة بالطيارة، يعني عنده 50-60 ألف 70 ألف نسمة بده يوصل لعنده. من هيك بقول العمال قليلون. مثلا بأوروبا كتير هلا العمال قليلون ومعروفة، وصار هلا بدل ما الكاهن هو يعمل كل شيء صار عنده أشخاص بيساعدوا، مش بس الشمامسة، ولكن في أشخاص بيعطوهم وظيفة كتير متنوعة، يعني بيقدروا حتى يكللوا يجنزوا وياخدوا القربان. ولش بدها التعليم مسيح على كل هالاشياء هذا، ولكن ودائما رح يضل العمال قليلون. رح يضل دائما لا فنان، يعني هون العمال مقصود شلون، الكهنه ولا كل شخص عم بيحمل البشاره؟ هون هو عم بيحكي عن التلاميذ. مين التلاميذ؟ كل الناس. اذا هالتلاميذ بس هو عم يحدد هون هال72. اذا العمال كل الاشخاص، بقول بالإنجيل يرسل عمالا إلى كرمه، كل مسؤولين عن العمل بالكرم. نعم. هون مأكد دايما مثل ما بيكون في إذا بدنا الأسقف وحوله الكهنة، كما بيكون في الكاهن وحوله الرعية كلها سوا. نعم. الكاهن إذا بدنا هو بيوجه، لأنه ما ننسى نحن بالمجمع الفاتيكان الثاني بيقول الشعب كله شعب كهنوتي، يعني بيحمل شعب كهنوتي، كله بنحمل السمة الكهنوتية كلنا سوا. ولكن الكاهن بشكل خاص هو عمله. نعم. فإذا نحن عم نحكي مشاهدينا، وصلنا للآية 2 وعم نشرح الآية اللي بتقول الحصاد كثير لكن العمال قليلون، وبتابع فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. إذا العمال مش بس فئة، يعني إذا خدنا مثلا بالجيش، يعني في ضابط، الضابط والجيش ما بيصير. وهون مأكد باللي حتى على مستوى الكنيسة كثير مشدد عليها مرموس خصوصا، بيقول الإخوة، يعني مش إنه أنا الكاهن وهو كله تحت إيدي، هي ممنوعة بكلية بالكنيسة. بالكنيسة الكاهن بده يكون خادم، الكبير بده يكون صغير هو الخادم. كثير مهمة، واللي بيرتفع بينزل. فإذا هون بالكنيسة العظمة إنه الكاهن بيقول لنا
القديس أغسطين، أنا أسقف، أنا خادم نفوسكم، لكن أنا عمليا أنا مؤمن بينكم، لأنه أهم سر بالكنيسة ويتساوى فيه جميع المؤمنين من قداسة البابا إلى الطفل اللي تعمد امبارح، كلنا سوا معمدين. السر الأساسي اللي بيجعلنا في الكنيسة هو المعمودية. نعم. كلنا متبعضنا. هلا بعدين في خدم بالكنيسة. هي خدم، لكن إذا بدي أقول رحنا على السماء ما رح إلا ربنا أنت كنت خوري، أنت كنت مطران، لا ما في. كلنا سوا معمدين، كلنا سوا أبناء وبنات الله. والعظمة وهي أهم شيء، إذا أنا ابن الله، يعني إذا بدك ولادك مثلا أو أختي أنا مثل بعضنا هو، لما بكون نحن في ثلاث أولاد وعايشين بكنف العائلة، إذا واحد قال له أنت مال هاي وأنت مال هاي، ما زادوا شيء. العمق، العمق هو معبودية. نعم، ولكن مونسيور بس يعني توضيحا لهيدي النقطة، بيقول بيقولوا لنا إنه المسيح بيقول بعتقد إنه أنت كاهن إلى الأبد، يعني حتى بعد الموت الكاهن رح يضل كاهن، إنه هل هيدا الشيء بيعني إنه رح يضل مميز رح يضل كاهن إلى الأبد إلا يسوع المسيح؟ أنا بس بيقولوا برسمة الكاهن إما بنسمعه بيقولوا أنت كاهن إلى الأبد، يسوع المسيح وحده كاهن أبد، نحن نشارك يسوع المسيح أبدا. نحن نشارك مثل ما أنت وأنا، نحن أبناء وبنات مع الإبن، بس نحن مش إبن بالطبيعة. أنا أنا إبن بالطبيعة، في واحد اسمه بالطبيعة يسوع المسيح. فأذن لازم نعرف نحن دايما ما في إلا واحد كاهن إلى الأبد، لكن نحن نشارك هذا الكاهن، نشارك هذا الكاهن في الخدمة. لكن اللي بدي أقوله ونرجع لي، أهم من أني أنا كاهن، أهم نحن الشعب كهنوتي، ونحن حول يسوع المسيح يساعده في عمله الخلاصي. هاود بيقولك نحن كاهن الأبد، ما بدي أقوله أنه في عندنا السمة، لو أنه لا سمح الله كاهن ترك كهنوته تبقى السمة علي. لا. أنا أشلي أبدية بنتي؟ لا، أنا بقول إنه حتى بعد الموت وكأنه يلي بيكون كاهن على الأرض عنده امتياز خاص، يمكن بعد الموت إنه بيضل كاهن، يمكن ما بعرف. يا حرام، هلا شو بده يمارس كهنوته فوق ما بعرف. مرسي لهالكومبليمون في الجنة. بالسما ما في، بالسما كلنا سوا معمدين. كلنا معمدين. كلنا سوا أبناء وبنات الله. هون الخدمة الكهنوتية أو أي خدمة كانت. أي خدمة كانت هي خدمة لهالعالم هذا، لكن بعدين لا، ما بقاش فيها هون كهنة ولا مصير مثل أيام الفراعنة. عيال الفراعنة كان الفرعون يضل فرعون بالدين الثانية، والخدام يضلوا خدام، والعبيد يضلوا عبيد. هيدي خربتي لنا بيتنا هذا الخبرية. هلا بالآية 2 بيقول فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. هون هيك استوقفتني شوي مسنير، انه نحن بدنا نطلب من الله تيبعت عمال، انه بناء على طلب الانسان الله بيبعت عمال ولا الله. عارف لي شو رايك ما بعرف، هيدي الايه هيك بتقول يعني. ايه انا ما فهمتش عليها، فهمت على شيء ولا انت في شيء ما بتفهمه بالكتاب المقدس؟ مسنير يلا تفضل عمو المعروف. اذا الحصاد كثير والعمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. نحن هي المهمة هون مش بس للعمال، هي أهمية الصلاة بكل رسالة بكل انطلاقة، كله يبدأ بالصلاة. بالصلاة على مأكد ربنا بيقلنا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم، ربنا بيقلنا هالشيء. ولكن المهم نحن لما بنطلب، يعني حتى لما طلبنا نحن، وهذا كل مبدأ الصلاة. الصلاة أنا ما بفرض على الله إنه يلا ودي لنا كاهن إذا بتريد، لا، الصلاة هو استعداد من قبلنا حتى نتقبل دعوة الرب. كثير مهمة. أنا بصلي مثلا، أنا بصلي حتى غير ربنا يغير، لا، ربنا ما بيغير ربنا. أول شيء ربنا هو بي وبيعرف أفكارنا وبيعرف حاجاتنا، بإلنا بالإنجيل قبل ما تطلبوا هو بيعرف شو بدكم، شو انتم محتاجين. اذا هو الصلاه دائما
ترافق كل مشاريعنا الكنسية. إذا وهل اطلبوا اذهبوا 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 هون كثير مهمة، هو الانطلاق دائما اذهبوا اذهبوا. فأذن لما المسيح بيقلنا اذهبوا لازم نعرف كل كلمات الإنجيل هي كلمة خلاقة. يعني مثلا المخلع اللي كانوا بالطقس الماروني مثلا يوم أول امبارح الأحد، قم احمل فراشك. كيف بدي قم احمل فراشي؟ أنا ما شفتش مخلع، ما شفتش على الأرض. لكن يسوع لما بيقول له قم خلقه، كثير مهمة، مغفورة لك خطاياك، خلقه من جديد، كثير مهمة. اذهبوا يعني عطاه القوة حتى يذهب ينطلق. مين بده يذهب؟ مين بيسترجي وهو بيحمل الإنجيل؟ ما حدا بيسترجي. لكن يسوع لما بيقول لنا اذهبوا بيعطينا القوة حتى ننطلق، يعني بيخلقنا رسل. هيدي كثير مهمة. لذلك كل مرة بخاف أنا، مرة بس أحد الكهنة قال لي كيف بدروا على الرعية؟ قلت له ليش الرعية؟ رعيتك كما رعية يسوع المسيح. يسوع قال لك اذهب يعني أعطاك القوة، لأنه هو طلب منك. لو أنت مثلا رحت بهذا بقول لك أيما لا. بقول مربولوس أنا أفتخر بضعفي، أفتخر بأوهاني، لكن أنا قوي بالذي يقويني. مثلا إذا أريد ببيتنا صموئيل 12 لما بيخطى داود بيقول أرسل الرب نتان. مينك يا نتان؟ أنت تسروع عند الملك برك قطع لك راسك، لكن ربنا أرسله. لأنه ربنا أرسله عطاه القوة وعطاه الحكمة حتى يقدر يحكي ويوصل كلمة ويقنع الملك، لأنه بالآخر الملك راح يقول خطأته إلى الرب. ولما ربنا بيقلنا اذهبوا يعني خلقنا ذاهبين. كثير مهمة هيدي، وهيدي بتعطينا ثقة كبيرة جدا، ثقة كبيرة انه انا ما نشرح من الملك. يسوع بيقلنا لستم انتم اخترتموني، انا اخترتكم وارسلتكم. فاذا هون منشوف اذهبوا، هو ساعتها صار عنده القوة. القوة وما ضحك علينا على بسيطة، روحوا انتوا لما بتشوفوا كل شيء بيمشي وحده، مثل السكينة باللبن او بالجبن مثلا. اذهبوا ها انا ارسلكم مثل الخراف بين الذئاب. هون كتير مهم. وهذا مش بس للكهنة، اني انا كاهن او غير كهنة او مطران او غيره. نحن خراف، يعني نحن ضعف، نحن ما لناش حق نكون ولا مرة ذئاب. نحن ما بنكون ذئاب. المثل بيقول إن لم تكن ذئبا أكلتك ذئابه. نحن مش موجودة بالإنجيل. نحن مع ضعفنا، مع شو ما كان يكون، بدنا يسوع هو يرسلنا. نعم. مع إنه حوالينا ذئاب وفي صعوبات وفي اضطهادات. وعلى كل حال كنيسة من أول يوم انطلقت بلشوا اضطهاد على أيام اليهود. نعم. اضطهاد وبعدين كذا. واليوم على كل حال شايفين، مش عاوزين حدا يخبرنا اليوم الاضطهاد. وحتى بيقولوا احد الاباء اذا الكنيسه مانا مضطهده انت ماشي مع العالم. اذا ما بقول اذا كان انتم مثل العالم، العالم بيحبكم. فاذا هون يسوع كثير مهم، مثل السفر الرؤيا ولا مره بيقول بسيطه بتروح تمشي وكذا. ابدا. وبالنبي إرميا كمان واضح جدا، ولا مرة بيسمح إيه ما تخافوا، ما في شيء، يلا كملوا. ما في ربنا ولا مرة إلا الحقيقة اذهبوا مثل الخراف بين الذئاب. فإذا الضعف بقبل القوة، الوداعة بقبل العنف. الذئب دائما بعنفه، دائما الذئب بيهجم. هذا بقلنا مر بطرس كونوا مستعدين في كل وقت للإجابة على الرجاء الذي فيكم، ولكن بوداعة. بوداعة. وهون انتو خراف. بعدين ممنوع كل الوسائل البشرية. لا تحملوا محفظة ولا كيس. ما بدناش نحن، ما بنجيب مسيحيين مصرياتنا. هون اللي بيصيروا يجيبوا الناس بمصرياتهم بأي ديانة كانت، أو كذابين. هودي عم يشتروا ناس حتى يعملوا عبيد.
ما بصيروا مؤمنين مزبوطين لأن لا تحملوا محفظة ما فيه ولا كيس ولا حذاء، يعني متجردين ما عندكم. إذا بدكم أي وسيلة بشرية بتعطيكم تكونوا أقوى من الباقيين، القوة فوق، هذا أهم شيء. فإذا هون لا تحملوا محفظة ممنوع، كل الوسائل البشرية كل وسائل البشرية هي ممنوعة عليكم. المحفظة كانوا يحطوا فيها المصاري والكيس يحطوا فيه الأكل إذا بدي يوزعوا أكل ولا هيك. ولا تسلموا على أحد في الطريق، كثير مهمة هيدي يوم سود. حتى يبين هيدا رمزيا ها أنه رسالة، ما في معنى نضيع وقتنا ونجلجع على الطرقات ونوقف، رسالة ولحة عم بتلج علينا، يلا اصحبوا انطلقوا. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا السلام على هذا البيت. هون كثير مهم وحلو الإخوان يعرفوها، مرات بينسوها. بالماضي أنا بتذكر لما بلش كهنوتي أنا كنت أعرف كل بيت برعيتي. الاتصال الشخصي من أهم عمل الرسالة. على كل حال كل البدع من شهود وهو وغيره شو بيعملوا؟ بفوتوا على البيوت. بفوتوا على البيوت. فأذن هوني من أول رسالة، مش أنه يابا بنحكي سمعونا 10,000 واحد بزقفوا لو فرصة خبرية وراحت. بينما كتير مهمة شخص وشخص روح لعنده، لأنه وهيدا وين عظمة ربنا ما بيقلش أي أنت أنت عندك اسم عند ربنا بيعيدك الواحد باسمه. أنا اسمي بول هوني وبالسماء، نحن كل واحد منا فريد من نوعه. مرة قالوا له للبابا فرانسيس هونك شاب، قال له أنت ما في مثلك، قال له أنت كمان ما في مثلك، لأنه كل واحد منا فريد عند الله، ما فيش واحد مثل التاني. وهي العظمة من هون نحن، إذا كان كل واحد فريد فإذا كل واحد ربنا عم ينادي بواسطتي أنا. أنا إذا بدك تلميذ وأنت تلميذي وابنك وجوزك وأصحابنا، كل واحد إذا بدنا نروح بدنا نروح لعنده وهو وحده حتى نحن نكون معه. وكثير مهمة هيدي نعرف أنه العمل الفردي هذا بيعطي قوة. وقولوا السلام على هذا البيت. السلام يعني البركة، السعادة، السلام. مثلا اليوم بتشوفين هؤلاء اليهود من زمان بيقولوا شالوم، شالوم يعني السلام. هي البركة. لا مش سلام، لا ضعيف كثير بنتي. سلام يحمل أكثر. سلام يعني عدم الحرب. نعم ما بتحمل قد لا. السلام هي سلبيا عدم الحرب، لكن إيجابيا هي السعادة، هي البركة، هي العطاء. يعني أخيرا بقول مرموروس المسيح هو سلامنا، يعني عم بعطيه يسوع المسيح. شفتي كيف؟ مش بس عدم الحرب، عم بعطيه يسوع المسيح، عم بعطيه يسوع المسيح جايب لك يا معي. وعندنا أجمل صورة بكم نعيد جمعة الجاية البشارة، العذراء لما اجت ولما سلمت على إليصابيت نهز البيت كله، حتى الصبي اللي بيحاشى أمه صار يرقص. إذا لما نحن بنعطي السلام مثل مريم العذراء هي وحامل يسوع وحملته إلى إليصابيت، أنا لما بصال على البيت اللي بقول السلام لهذا، مش أنه أقول السلام عليكم أو السلام لكم، هاي اللي صارت بنال. لكن أنا اللي بعرف حالي أشني حامل. مثلا يوم نحن بنكون بالقداس بقول لهم أمضوا بالسلام، شو معناتها؟ يعني حملتهم يسوع المسيح الفرح والبركة أو يسوع المسيح، حملتهم يسوع المسيح. ما عم أكل هو المسجد المسيح هو البركة صار معه كل شيء، بس أنا هن أخذوا جسد يسوع المسيح وأخذوا دم يسوع المسيح، حملتهم أمضوا بالسلام، يعني احملوا معكم يسوع المسيح إذا بدي أقول. وأعطوا للناس، دلوا أنه أنتوا المسيح صار بقلوبكم، صار بحياتكم. إذا حكيتوا أو حكيتوا، وإذا طلعتوا تطليعتوا، وإذا إيش ما تصرفتوا إلى التصرف من يسوع المسيح. من هون بيقول له بس كتير قاسي ها، إن كان هناك من يحب السلام أو ابن سلام إذا بدنا
سلامكم يحل به وإلا رجع إليكم. لما احنا بنرفض هالسلام وهيدي واضحة إذا بدنا بالإنجيل. نعم. كل هالعملوا يسوع المسيح من شان اليهود رفضوه وهن كانوا الخسرانين مؤكد. وأنا لما بيجي بعطي الإنسان بقول له بعطيه السلام وبعطيه يسوع المسيح والبركة مثل ما قلتي والنعمة والسعادة، إذا هو رفضها هو الخسران، وأنا هالشي لأن أنا وديته بيرجع لعندي. فسلامكم يحل علي، أقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. كثير مهم هالأشياء، هالانتقال. تقولوا ولو ما نحن بدنا نحول، إيه بس هالانتقال من بيت لبيت بين أنه حكي على الفاضي وركض. يوم الإنجيل لا يعطى بسرعة، يعطى على مهل. يعني المفروض أنه نبقى بهيدا البيت وقت أكتر، إيه بأكد من هيدا بيقصدوا فيها يعني، إيه إذا بدك إيه يمكن نبقى بهالبيت، وهو هالبيت بيصير كنيسة. ما تنسي بالماضي ما كان في كنائس، كنا نقي نحن نقي. كثير مهمة هلا حتى عندك أماكن عديدة ممنوع يكون في كنائس، ولكن أنا كثير مثلا بعرف إنه مش أحكي سم المدن، بس في مدينة من المدن فيها 8 بيوت، 8 بيوت يعني 8 كنائس، لأنه يعني ممنوع يكون في كنائس أو ممنوع يروحوا على الكنائس هن، وكل بيت بيتجمعوا بالبيوت وبيصلوا هو كنيسة. وعلى كل حال إحنا إذا بتقرا العهد القديم بيقولوا سليمان بنى البيت، الهيكل هو قسم من البيت، بنى البيت، اجتمع يسوع في البيت، البيت يعني صار كأنه كنيسة لأنه حول يسوع المسيح. هون تقعدوا ببيت وهن بيجتمعوا الناس ساعة، لأنه لما تنتقلوا من بيت إلى بيت وبنجتمع وبنروح. بدنا عرفنا نحن أنه بيت فلان، بيت جو مثلا جوزك العزيز واسع بيجمع 30-40 واحد، هذا البيت كله سوا بيعرفوا. وهيدي موجودة اليوم بعدها بأماكن عديدة بالعالم بدون ما واضح هون، بيت الفلاني هو صار إذا بيسميه بين مزدوجين كأنه كنيسة، بيقدسوا فيه، بيسمعوا الكلمة يعني ما الكلمة وقت قربان، وبيعيشوا فيه. وساعتها هالبيت هذا مثلا بنقرأ مثلا مربورس بكورنثوس بيت استيفانا، بعد استيفانا كانوا يجتمعوا فيه كله سوا كأنه صار كنيسة. بعدين كان في واحد اسمه فورتوناتوس، واحد أخا إيكوس، كل واحد كان بيته نقوا بيت واسع، مش لأنه أغنى من غيره، لا بحس بيشبع أكثر ليساع. نعم هون ساعتها لأن الفاعل يستحق طعامه. وأي مدينة دخلتم وقبيلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، اشفوا المرضى وقولوا ملكوت الله اقترب بكم. مين ملكوت الله؟ الله يسوع المسيح، الله ذاته يسوع المسيح. مثل ما قلت يسوع المسيح هو اقترب منكم، هو حاضر هون، ونحن جايين نقول لكم هالشيء. هذا هل في مرات كثير بيجوا انبياء كذبه، معلمون كذبه، فهمت كيف؟ انه نحن عم نعطيكم نحن بنفتح لكم هيدي نهاية العالم، جاي نبشركم بالإنجيل. هودي بقلنا انتبهوا، يسوع هودي أنبياء كذبة، هودي لم يرسلهم يسوع المسيح، بكون أرسلهم واحد رئيس بدعة، رئيس منظمة، شفت كيف؟ حتى يربح ناس ويستربحهم. هلا مسنجر نحن بدنا نتابع بعد بشرح الآيات المتبقية، ولكن حين وقت الاستراحة الأولي، فإذا مشاهدينا بريك ومنرجع لنتابع لقائنا، خليكن معنا. منتابع مشاهدينا تأملنا بسر الكهنوت انطلاقا من إنجيل لوقا الفصل 10 من الآية الأولى للآية 12، وكنا وصلنا للآية 8. مسنيور كنا قلنا أنه أي مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا ملكوت الله اقترب منكم. هالساعة تحت الهواء قلت لي أنت من قريون،
مثلا شو معناتها كلوا وعنسلك انت وعم بسأل كل المشاهدين شو معناتها كلوا مما يقدمونه لكم اذا بدك خارجيا انه كلوا عندهم انه يكون عندكم سقف يمكن نحن هيك بنفهمها ما عم بقول لك انه كل شيء يكون عندهم سقف هذا اول شيء لازم نعرف كثير مهمه هيدي اول شيء اللي بيصير فيه خبز وملح اللي قلتي انت هلا بس الاهم من هيك ابقش فيه خلص اطعمه محرمه شو ما طعموكن اذا طعموكن اكل بالاسلام بيقولوا شو اسمه حرام او حلال حلال اليهود بيقولوا كشير الهنود عندهم 15 كلمه كل هودي ما بقش فيه عند بالمسيحيه ما في شيء الله خلقه مش حسن كله حلال اذا بدنا بالمسيحيه أبقش فيه طعام او شراب محرم فاذا هودي العظمه هالحريه عند المسيحي حتى مثلا بربورس بيقول حتى على مستوى الاكل مثلا بيقول كلوا مما يقدم لكم بكل بساطه يا مثلا انا بكون مطرح هذا شو بدي اتغنج عن ناس او كذا وانا هلا ما باكلوا هو ممنوعه لانه لملي الطعام والختان واشياء عديده على الحارك بتعمل حاجز نعم لما انا مثلا انا يهودي وجاي اقول لهم انا يهودي وبعمل حاجز انتهى لانه مثلا مربولوس واضحه كلها ولوقه التلميذ بربولوس صارت الشريعه كانها حاجز بين المسيح وبين المؤمن بين الانسان وبين الله ايه اذا بدي بس نحكي عن المسيحي زيتها ايه بس انه بدل ما تكون بينما انا لا ما في اي حاجز بكل بساطه نحن صرنا مع بعضنا فبدي كيف وكل القضايا الطعام والشراب وكل هالشرائع كلها بتقع نعم لانه المسيح بيقول انه مش اللي بيدخل قلب الانسان هو اللي بينجس الانسان لكن ما يخرج من قلب الانسان ايه بس هي اهم شيء هي اكل هي المبدا الاساسي ايه بس بدي اقوله انا هول كثير مهمه انه ما تعملوا حاجز بينكم وبين الناس بين الاخر بدي كيف نعم. بعدين بقول هولي اشفوا مرضاهم في غالب ما اخرجوا الشياطين هي زيتها نعم اشفوا المرضى او اخرجوا الشياطين هي زيتها يعني هون عم بيعطي للكهنه سلطان شفاء المرضى لا 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 اشفوا المرضى امبارح كنا عم نناقش فيها بنت في صغيره اللي بيقولوا جابوهم كلهم سوا وشفاهم لما نحن بنحكي عن الشفاء ما بنفكر انه كلهم سوا مابقاش حدا عنده مرض هيدي بتصيب السما الا سفر الرؤيا هونيك لا بقى في وجع ولا بقى في بكي ولا دموع ولا موت ولا شيء اليوم الشفاء في 20 شفاء هلا مثلا بيروحوا على يشفونا كلهم؟ لا. في الشفاء الجسدي في شفاء الروحي كمان. منهم بيرجعوا ايمانهم صار اقوى. معك حبة صغيرة بدي اقولوا هون الشفاء في انواع من الشفاء. اول شيء في الشفاء الا المرض. ربنا مثلا اذا قلنا بانجيل يوحنا فصل 5 ناس قاعدينها ولطين للماء تفور. اجى يسوع اخذ واحد وقال له شفى تريد ان تشفى له وهو بيكن فازن من مسؤول بس المسيح اتى وشفاهم في عندك 100 شفاء نعم انت الشفاء الروحي نعم مونسيور رح نضطر نوقف مع استراحه صغيره سريعه مشاهدينا من بعد الاستراحه منتابع انجيل لوقا خليكم معنا ما تروحوا محل إذن مشاهدينا بعدنا عم نتأمل بسر الكهنوت انطلاقا من إنجيل لوقا الفصل 10 من الآية الأولى للآية 12 وكنا وصلنا بتأملنا لهالنص للآية خلينا نقول 9 نعم تفضل مونسيور كنا عم نحكي عن شفاء المرضى نعم مش ضروري إنه يسوع بس بقول جابوا له المرضى عديدين وشفاهم مش معناته إنه كله شفى مش حدا مريض لا هذا الشفاء للسمع نعم. كلنا سوا هونيك ما بقى فيه لا وجع ولا ألم ولا أي شاكل بس الشفاء أنواع عديدة عندك شفاء أولا
مثلا اذا اخذنا انجيل يوحنا فصل 5 بدل داشكر في مرضى وصل يسوع اخذ شاب رجال 38 سنة صار له مريض، تريد ان تشفى؟ ما قالوش بتآمن، ما قالوا وجعه قلبه ابدا، اجى لعنده تريد ان تشفى؟ قال له بتمنى، ما حدش بينبه علي. قال له تعال يلا اعمل فراشك وامشي. اذا هالشفاء الجسدي هي بيكونوا قلال ما بيكونوش كتار. يعني اذا اخذت لورد بيحسبوا ميات اللي بعرفش الدايش الزوار والحجاج زوار والدنيا وبقولوا ناس صحوا. نعم. اليوم ما بنقدر نقول دايما انه في شفاء جسدي، بس في شفاء انت قلتك ساعة روحي او نفساني. يخبروا عن احدى السيدات كانت تيجي كل سنة على لورد. نعم. قالت له ليك الابونا كل سنة عم بيجي والعضلة مش عم تصحيني. انا ما زعلت من العضلة؟ قالت له لا. بتضل تيجي؟ قالت له ايه؟ لا. قالت له عطيتني شيء ما بعرف شو هو. نعم. ربطتنا العضلة فيها. نعم. فاذا كثير مهمة هيدا، بدي شدد ايدك هلا بعطيك الكلام، اذا كثير مهمة ما نحسب بس نقرا الانجيل انه جابوا له كل المرضى شفاهم. في شفاء وشفاء. في واحد يعبي له قلبه، يعني اذا اخذ القديس رفقة مثلا، القديس رفقة كانت مريضة وكانت سعيدة أكثر مني وأكثر منك. نعم. فاذا في نعمة فوق الشفاء مثل ما يسوع المسيح على الصليب. الصليب أبقش الصليب هلا موضع العذاب، صار موضع الخلاص القيامة. نعم. طيب بإنجيل يوحنا بنهاية الإنجيل بنقرأ أنه إذا بدنا نكتب كل الآيات والعجائب يلي نذكرها يلي عملها يسوع المسيح، كل كتب العالم ما بتأدي. يعني ما معناه هيك انه منه حرفيا هيدا ما بيفترض انه عمل كتير عجايب وشفاءات وما انذكرت بالانجيل. ما بيقول هالشيء هيدا، ما في ابدا، هذا مش الجمله مش مضبوطه. الشيء عمله يسوع عمله، يعني هلا عم يعمله بعد يسوع. عم بيقصدوا فيه انه العمل بعده مستمر. يسوع بشر 3 سنوات، اقل من 3 سنوات. اقول لك عملوا 16 مليون عجيبه ما بعرف. إيه بس احنا هيك بنفهمها يعني. إيه. او هيك بيشرح لنا اياها. بعرف عارف انا قصد بهالاشياء صغيره. لا يسوع المهم حتى يوحنا لا سبع أيه. اذا بس هو بده يقولوا انه بعد ما انتهينا، لانه يسوع بعده حاضر وبعده يعمل معنا. نعم. ايه كيف لك ايه؟ خلينا ننتقل للاية 10 مسنيور. انا هم بدي اقول بس هون قولوا بكفى عشاء اشتغل شيء خلص، اشفوا مرضاهم وقولوا ملكوت الله طلب منكم. المهم ما معنى الملكوت؟ بقلنا لوقا ملكوت الله في داخلكم، يعني الله جاي لعندكم بس عندين تستقبلوا. اذا بتستقبلوا عظيم. نعم. اذا ما استقبلتوا من هم بقول اخر شيء ب 12 سيكون مصير صدوم في يوم الحساب اكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. يعني مع يسوع المسيح أو مع الله إذا بدنا ما في أنه أنا أي ملأة، لا، ما ليس معي فهو ضدي. وهون كتير مهمة، الملكوت إيش جاي لعنا؟ معناتها نحن ما أنه الملكوت جاي لعنا نستقبله لنا من الحياة، نرفضه لنا من الموت لنا الهلاك. نعم. هلا حضرتك انتقلت راسا للايه 12 اللي هو نهايه النص، ولكن بعض الاشخاص بحبوا نعرف نشرح الايه 11 سريعا جدا. طبعا لما بيقول انه المدينه اللي ما بتقبلكم اهلها اخرجوا الى شوارعها وقولوا حتى الغبار العالق باقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم. شو المقصود انه حتى الغبار العالق ننفضه لكم؟ ما فيش عندنا اي علاقه معكم. أوه. مقطوعة أي علاقة معكم كليا أبدا، لأنه ساعتها مع أنه أنتم رفضتوا الإنجيل نحن هلأ شلنا أي علاقة ونروح نغيركم. وهيدي واضحة جدا مر بولس. نعم. لما كان بإحدى المدن عم يبشر اسمه أنطاك تبسيديا، ضيعة صغيرة بتركيا الحالية. نعم. جاي أول شيء بشر اليهود، رفضوا اليهود، قال لهم اول شيء نحن كنا جايين تنبشركم، لكن لما شفتوا حالكم انكم مش مستحقين الملكوت نتوجه الى الوثنيين. معناتها نحن بنترككم انتم، وهيدي موجهه لليهود هيدا اكثر شيء، انتم ما بدكم، نحن بنقطع كل علاقه ما
ما بنضيع وقتنا معكم ونروح على المطرح. بالنص اللي قريني وتعملنا فيه اليوم مونسيور، وين بنشوف سر الكهنوت؟ سر الكهنوت اول شيء حاملين البشاره. اول شيء شفاء المرضى، مسحه المرضى حكينا عنها. نعم. اول شيء اذا الحضور هالناس عندهم، بتروح تقضي عندهم تعيش معهم. فاذا احنا قلنا انت قلتي تدبير جولة عندهم، التقديس والتعليم. فاذا هؤلاء التلاميذ هن مسؤولين يتابعوا عمل يسوع. واهم عمل من اعمال التلاميذ قبل كل شيء هو التعليم. هلا في عندك مثلا مناطق ما بيقدروا يمارسوا الاسرار مثلا، انت كيف؟ معناتها انه الكلمه اذا ما عندهم الا الكلمه، الكلمه تقدس، بيقول لان كلامي هو نور وحياه. فاذا اول شيء هي الكلمه، نحمل الكلمه، ومن بعد الكلمه الحضور اللي هي الاسرار اذا بدك، وبعدين الحضور كمان هو التدبير والتنظيم. اذا بتقري مثلا مربولوس بالرسائل او باعمال الرسل، يوصل على هالمدينه عهد ضيعه، ينظم الامور، مين بحط مسؤول هون، مين مسؤول، مين بيدفع هالشيء، مين تعليم. وبالفصل 12 من كورنثوس في مواهب، هذا موهبه التعليم، هي موهبه التدبير، هذا موهبه الى اخره. فاذا هالهون من دون ما يقولنا، بس اهم شيء بيقولنا الحصاد كثير والعمال قليلون. فاذا معناتها انتم رايحين تحصدوا. والحلو شو بيقول يسوع لما بيحكي مع السامريه، بجود تلاميذ بيقول لهم غيركم زرع وانتم بتحصدوا. لانه نحن صحيح اني انا رايح على الرساله او رايح على رعيه، لكن لازم اتاكد انه ربنا هيئ الطريق. بالاول كان يقولوا يوحنا المعمدان هيئ الطريق. هلا يسوع هو بهيئ لنا الطريق، بهيئ لنا الحقله، حتى لما بنشتغل، لانه اذا نحن بدنا نعمل واحده بنيأس بسرعه. لكن يسوع بهيئ الطريق ونحن ساعتها بنكمل الشغل. فاذا يسوع هيئ لنا الحقله، زرع، خرج الزارع ليزرع، نحن جايين نحصد ونكمل شغل يسوع المسيح. نعم. طيب هل الكهنوت هو دعوة خاصة؟ يعني أشخاص مختارون هيك بيكونوا خاص بيبعت لهم هيدي الدعوة إنه أنت بدك تكون كاهن؟ أول شيء كل واحد هو مدعو. أنت مدعوة تكون ست بيت. كل واحد عنده دعوة. مش الكل يكون مدعو للكهنوت. هلا كل واحد عنده دعوة. ومش بس دعوة. يمكن هذا مدعو يكون طبيب، هذا مدعو يكون محامي، لأن ربنا بيعطينا مواهب حتى نحن انطلاقا من مواهبنا نكون شخصيتنا. لأنه اليوم إذا أنا مثلا ما عنديش أي موهبة للطب مثلا، أو أنا بخاف من الجرح وأعمل طب، بفشل وبقتل ناس. فإذا كل واحد عنده دعوة، أول شيء هلا مأكد بالكنيسة، إن كان رح نحكي مرة الجاية عن المكرسين. نعم. بالكنيسة مأكد هيدي الكهنوت دعوة خاصة. أول شيء خصوصا إذا خدت بأوروبا وبالعالم اللاتيني، لأنه أول شيء دعوة للبتولية. مش كل واحد بيقدر يكون بتول. نحن مثلا بالشرق بيقدر واحد يكون مجوز أو بتول. نعم. بس اليوم عندك نص مليون كاهن بتولين. فإذا هون في اختيار، واختيار خاص. بعدين كثير مهمة هالاختيار، ساعتها بده يكون الراعي، والراعي بده يبذل حياته من أجل الآخرين. بعدين أنا ككاهن أنا عائلتي نص مليون. أنا فيش قول مثلا عندي ولد أصبح أنت عندك ثلاثة الله خلي لي كاهن. أنا كثير، أنا وين ما كان بحسوا ناس إنه أنا بيهم وأنا مثل أمهم وبيهم أنا. فأذن يا مأكد الكهنوت هي دعوة، ودعوة خاصة. ومشكل واحد ومشكل واحد نوعا ما بيقول انا بدي اعمل خوري، من هون يسوع بيقول لستم انتم اخترتموني، انا الذي اخترت، لكن انا اخترتكم واقمتكم. فاذا مأكد في بالكنيسه دعوات خاصه، حتى بالكهنوت ذاته مثلا اليوم انا يمكن مش مدعو انا اروح بشر بالصين. نعم. غيري مدعو. هلا بتشوفي باوروبا كثير معروفه،
بالك عم بقرا مثلا هولي جماعه بيسموه جماعه الثالوث ترينيتاريان. هولي مثلا اول شيء كانوا تاسسوا حتى يخلصوا هالاشخاص كانوا مثلا يلقطوا بالمغرب بتونس يمسكوا مسيحيه يستعبدوهم كانوا يخلصوا من العبوديه. هلا مثلا بيقول نحن دورنا نكون حد الناس الضايعين لملمهم. مثلا في كتير اشخاص تعرفي عم يشتروا الناس او بيسرقوهم من هون. في عندك دعوه مميزه. طيب مسنيار اذا كانت الكهنوت دعوه خاصه يكون كاهن شو بقول انجيل؟ المتزاج الشاب الغني نظر اليه يسوع واحبه. ولكن بالاخير الشاب الغني ماذا حزين قال له ان شئت ان تكون كاملا امضي فبع كل ما لك واعطه لمساكين وتعال واتبعني. قال له ارفع. مضى حزينا لانه كان ذا مال كثير. اذا ما يسوع بيقلنا لا تعبدوا ربنا صاحبنا هذا فضل المال على يسوع. ولا مره يعني هي دعوه ولكن فيها حريه الشخص انه يقبلها او يرفضها. كمان في. نحن بالمسيحيه ما في اذا شئت ان شئت ان تكون كاملا. من اراد ان يتبعني من اراد كل مره موجوده هالكلمه كثير مهمه اكثر مطرح من اراد ان يتبعني. نعم طيب مسنيار هل لما المسيح بيوجه هالدعوه دعوه الكهنوت لشخص معين يعني بحبه اكثر من غيره؟ ولا مره المسيح بيحبنا كلنا سوا. هلا المسيح هو نهر. اذا انت معك كشتين بيعبي لك كشتينك. اذا انت قلبك مفتوح بيعبي لك قلبك. اليوم في كثير اذا بدك في كثير ناس علمانيه يعني رجال وهذا احسن من اخواننا امتلى قلبهم من يسوع المسيح. ليش بزمان كاترين روسيان مش هي صالحت بابوات في ثلاث بابوات فقفل مره؟ معناتها ما في. ربنا هلا ربنا اختارنا مشان عمل معين لانه عنده ثقه فينا. عنده ثقه فينا مثل ما اختار تتاسس عائله فاذا مأكد. بس هون العائله اكثر اوسع وبعدين فيها تجرد كبير. فهمت كيف؟ يعني الكاهن مثلا الكاهن البتول خصوصا ما عنده تعزيه. مثلا الزلمه عنده تعزيه بمرته تعذيب اولاده خاصه المرسل. المرسل مثلا بيروح من فرنسا اذا بدك على الفلبين او بيروح على جزر او بعرف اي جزر. هونيك ما له اي تعزيه الا يتعلق بيسوع المسيح. وهيدي منش ابدا هوينه. فهمت كيف؟ معناتها بس على كل حال مثل ما قلنا لما انا اذهبه ولما بيختارنا يسوع يعني بيعطينا القوه حتى نكون على قد الاختيار وحتى ان حقيقه نكون امتداد لعمله. نعم حكيت عن البتوليه قبل شوي ولكن بعد بقول انه ليه الكاهن ما له حق يكون متزوج طالما الرسل لما نقاهم المسيح ال 12 كانوا مجوزين. يعني عندك مار بطرس اللي كان سلم وراس الكنيسه كان متزوج فليه هالشرط البتوليه للكاهن او للمكرس خلينا نحكي. نحن بالشرق ما في مشكله مختار او البتوليه او الزواج لانه الكاهن يتقدس مش بالبتوليه ولا يتقدس بسموها النضوره تبعها ولا لا العفه والطاعه والصبر. الكاهن يتقدس بعمله الكهنوتي. يعني انا هلا مثلا قاعد ساعتين ثلاثه عم بهيئ الوعظه من شان رعيتي اتقدس. نعم. رحت زرت بيوت الرعيه اتقدس. زرت المرضى وصليت لهم أتقدس. عملت تعليم مسيحي أتقدس. يعني الكاهن يتقدس وهالمجمع الفاتيكاني كتير كان واضح نتقدس نحن بعملنا الكهنوتي. فهمت كيف؟ نعم. هلا البتولية وهون مهم جدا لازم نعرف هالشيء هذا. البتولية بتعطينا حرية أكثر. مربورس بيقول لنا رح نكمل بس هلا بعطيها شوي. المهتم بالدنيا كيف يرضي امرأته أو كيف ترضي زوجها. بينما البتول كل اعماله كل حياته معطى لا الله. يعني كل همه انه يرضي الله. ايه مش بس رساله. فهمت كيف؟
يا مثلا انا بتذكر مثلا في مرات انا هلا خلصت ختيار بس وقت ما اروح الساعه 6 صباحا ارجع 12 ليلا. اذا انا عندي عائله ما فيك تتفرغ هيك للرسالة وما لي حق لانه في احترام العائله كمان، فهمت كيف؟ نعم. بينما انا بتول 6 ارجع 12 ليلا شو بيهمني؟ لانه انا ما عندي الا شيء الا قول لهم ملكوت الله اقترب. كيف؟ هلا رجعنا، هي خيار، هي خيار القضايا هيدي. هلا حتى بالكنيسه اللاتينيه في اشخاص كانوا بغير كنيسه وكانوا مزوجين صاروا كهنه وخلوها مزوجين، بس مبدئيا لا، بالكنيسه اللاتينيه البتوليه بعد اجباري. هلا هلا بالكنائس غير الكاثوليكيه بس البروتستان لا، البروتستان شو اسمه بده يتجوزوا، لبل بيظهر بعض الكنائس بده يكون مجوز قبل ما يرسموا لك الدايش. نعم. إيه لا لا انا لانه اذا ارتسم ما بده يقدر يتجوز. لا بس لا بالبروتستان لا بيقدر يتجوز قبل وبعد. اه اوكي. بس اجباري بده يكون مجوز حتى يكون قسيس في بعض كمشكل الكنائس، بعض الكنائس. نعم. مسنيور رح هلا اوقف بالنسبه للنص بالاسئله لانه عندي بقى هيك كم سؤال او كم مداخله من الاشخاص عبر الفيسبوك بعثوا لنا مشاركاتهم حول الموضوع، وفي كمان مداخله حول موضوع الاسبوع الماضي. مشاهدينا من بعد الايميلز او الرسائل اللي رح نقريهم نحن رح نفتح مباشره مجال لاتصالاتكم لتكونوا عم بتشاركونا بموضوعنا حول سر الكهنوت. اذا بتحبوا تطرحوا اي سؤال او تعملوا اي مداخله فيكم تتصلوا فينا على 01-255-500. هالمره ما رح نتوقف مع بريك لنرجع ناخذ الاتصالات، يعني رح نكفي لنهايه الحلقه مباشره من بعد ما كنا قريت هالسؤالين أو ثلاث أسئلة. في فكرة من عند أختنا أمل عساكر اللي منوجه لها تحية، بتقول أنه هل عادة زيارة الكهنة البيوت سابقا لها تأثير على إيمان الناس، وهل اليوم الرعاية بحاجة للتبشير من جديد مع تراجع عمق الإيمان لدى الناس؟ بالمية مية نعم. ثاني شيء اليوم بالقلب، لأنه شو بيجمع الرعاية؟ والكهن. نعم. يوم انا مثلا احنا انا برعيتي مثلا بكفر حبيب ان شاء الله كل عم يسمعونا. نعم. كل واحد جاي من مطرح ما كان في ولا بيت تقريبا او كان ثلاث اربع بيوت، صار في 1000 بيت، 1000 مسكن اموه اقله. نعم. شو هو اللي بيجمعها؟ هو الكهن. فاذا زياره ضروريه جدا جدا جدا، مش بس مثلا في كثير مثلا مثل الكهن مطرح ما انا موجود وقت وقت بقدس بهالبيت او بهالبيت مثلا بيبقوا يوصلوا المسبحه. اذا الكتير مهمة هالأشياء زيارة، وبعدين وبهالزيارة هيدي ممكن يقوى الإيمان. بس بزيادة نحن بكل الرعاية، أنا هلا قبل ما عملت شو اسمه تيلي لومير عملت لهوني كنت بالبوار عندنا شبيبة عم نعمل لهم تكوين، عم نقرأ الكتاب المقدس ونشرحه. إذا اليوم صار في عندنا كتير، وبأوروبا بس عم بحكي هون بلبنان كتير صار في إمكانيات حتى نتعمق بإيماننا، ما بقى نرضى بإيمان سطح إنه أنا بي وستي وجدي كانوا مسيحيين. نعم. كمان في خينا سمير بندر عامل مثل مداخلة عم بيقول إنه نأمل من الكهنة أن يعودوا للماضي بوجودهم في كرسي الاعتراف وبالنظر في الكنيسة، إذا كان غيب أحد للذهاب إلى منزله بعد القداس والتوضيح عن سبب غيابه، وإذا كان على خلاف مع أحد يصالحوا معه، وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك لا يتكلموا باسم الرب لأنهم يكونون موظفين لا كهنة للمسيح. الكاهن يتكلم باسم المسيح ولا يخاف الموت. شو رأيك؟ بالماضي هيدا عم بقولها أنا كنت أعرفها بالماضي هيدا. بالماضي كانت الضيعة صغيرة. نعم. يبقى مثلا ضيع فيها مثلا يجوا كلهم على القديس. هلا مين ما اجاش طوني روح عنده كلهم. بس اليوم ما بقاش في شيء، اليوم الدنيا كلها حدا يعرف حدا جير. نعم. فاتك مثلا انا رعيتي انا رعيتي انا ما فيش واحد من ضيعة الثاني. شفتي كيف؟ نعم. لذلك ما بقاش فينا نقدر نعرف هالشيء هذا، صار صعب كثير. بعدين عندك 5 رايا سن الفيل او الدوره 60 70 الف، اي مين بيقدر يحيوشهم؟ ما حدا بيقدر يحوشهم. فهمتي كيف؟ نعم. هلا اللي كثير عم ننصحهم نحن انه مش بس يقدسوا، هذا ايام الاسبوع مثلا بنقدس بهالبنايه بتعرف عليهم،
بهذا الاسبوع بنصلي المسح ببنايه ثانية، عم نعمل سهره انجيليه، صار في حتى ما تصير في كنائس صغيره يصبوا بالكنيسه الاساسيه كنيسه الرعيه. سؤال من خينا هيكل المهنا اللي كمان بنوجه له تحيه، بيقول انه هيدي انطلاقا من الاسبوع الماضي مسنيور، بيقول ما جمعه الله لا يقدر ان يفرقه الانسان، وبيسال ما هو الذي جمعه الله ولا يفرقه الانسان؟ هل هو ورقه الزواج ام البطلان ام الطلاق الطائفيه المذهبيه؟ اول شيء نحن عم نحكي دائما على الاسرار. نعم. عندنا الماده مثلا المي، منصب مي، وبعدين الصوره بنقول انا وعبدك باسم الاب والابن والروح القدس، هذا الصبي او البنت صاروا ابناء الله. هلا زواج ذاته من انا شو عندك الاساس؟ هن اللي بتقول هي انا نعم وهو بيقول انا نعم، وانا بقول لهم باسم الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس زوجنا فلان على فلانة، يعني هو عمل المسيح، هو اللي ربط هاتنين، هو اللي صيرهم جسدا واحدا. هل فأذن هودي اذا كان العقد مزبوط، هذا اهم شيء، العقد مزبوط، يعني ما فيش كذب اشخاص، ما فيش اكراه، ما فيش اشياء عديده، ساعتها بيكون الزواج مزبوط. اذا العقد، لانه نحن هلا العالم اللي احنا بده يكون العقد مزبوط تنحنا نكرسه. نعم. اذا العقد منه مزبوط انا فيش كرسه. مثل واحد اشترى شافت ارضه ما نشلوه، شفتي كيف؟ هلا شو بصير؟ هو بعد مره بيكون هلا عم بيشوفوا انه كثير اسباب نفسيه. هذا الشخص ان كان الشاب او البنت ما كان لازم يتجوزوا، خربوا البيت وخربوا الاولاد، فهمتي كيف؟ بقول لك كل واحد روح بطريقه. طيب هل نقدر نقول انه البنين هن يلي عم بيقصد عنهم الله، يعني بمعنى انه البنين انه انطلق الزوجين لا يقدران يتحررا من الابوه والامومه، هيدا هو يلي جمعه الله لا يقدر ان يفرقه انسان، انها الشريعه والشريعه لا تنكسر، اما اوراق الطوائف والمذاهب حتما تنكسر لانها ليست شريعه انها قانون بشري. فيها تكون هيدا جواب على السؤال؟ لا ما في، نحن الانجيل واضح. نعم. الانجيل واضح، يعني مش الامومه والابوه بتعتبر انت او البني او الاولاد، نحن يعني حتى كلامكم. نعم ولا لا؟ لا بس قصدي مسافر حبيبي اعطيك جواب حبيبتي. نعم. ليكن كلامكم نعم لا كل هاللف والدوران ما بيسوى. هلا على مستوى الاولاد، ان اجى اولاد او ما اجى اولاد، إذا كان في مجموعين جسدا واحدا خلص في زواج. هلا ما عندهم أولاد بيقدروا يتبنوا، بيقدروا مليون شغلة وشغلة، بيقدروا مثلا يتكرسوا لعمل اجتماعي أو غيره. فإذا نشكرك مسنيور على توضيح للإجابات للأشخاص اللي عم يشاركونا، بنشكركم مشاهدينا، ورح نبدأ بتلقي اتصالاتكم. بذكركم 01-255-500 إذا كنتوا داخل لبنان، 00-961-1-255-500 لخارج لبنان. ناخذ الاتصال الأول. سليم المسيح. بدنا نطلب من شخص سليمانا يوطي صوت التلفزيون لانه عم يعمل روتور، عم نسمع صوتنا. اتصال. الو. نعم. سليم المسيح. سليم المسيح بقلبك اختي. بقلبك خي ابونا بول، بي بول. ميرسي حبيبي. ووجه تحيه لسكان كندا اللي احتضنوني ايام الحرب، رحت لهونيك انا واحتضنتني لكندا. وجه تحيه لخالتي سعاد اللي عم تحضرني بكندا هلا، واللي اطلعت علي وقت اللي كنت بالغربة هي والمرحوم جوزة عم متاف، وكانوا مثل أهلي وعاز. عقل حال اللي بحب أقوله، إذا الواحد بده يصير قديس يحضر على طول تيلي لمير ونورسات ويسمع صوت المحبة إذا كان بالسيارة. نعم. مش بس بيصير كاهن، بيصير قديس كمان. بقول للعالم كله احضروا نورسات واسمعوا صوت المحبة، بتحصلوا على السلام الداخلي والمحبة والفرح بقلوبكم. يسوع قال لمن يجمع معي فهو معنا، ومن يبدد فهو ليس منا. اهلا، شكرا للدعايه. عفوا. نعم. نشكر اتصالك، بس بدي كمان هيك نوي شغله انه كمان فيهم يحضروا نور الشرق، رح يستفيدوا. حلوه عجبتني الدعايه، حلوه دعايتك. نشكر خينا، بعتقد اسمه توني، خينا بيتصل دائما فينا على المشاركه. وناخذ اتصال جديد. سلام المسيح.
سلام المسيح معكم ماري باو كمان. يا أهلا ماري. تفضلي ماري. كيفكم؟ بشكر الله. كتير كتير حلو هالموضوع. عندي مشاركة شوي. أبونا بولس أنا بحب تعطيني your feedback. شو هيدا اللي بتقوله ماري صح؟ معش أخذ هاي الشغلة. بدك تعطيني فيدباك. هو بتعرفي ماري لأنه عم بيكون في كتير ناس نطرة على الخط. بقى بلاقي مزبوط بقول يلا دون تعليق. بس لو في شي غلط أكيد في تعليق. نعم تفضلي. اوكي anyway ابونا بولس هذيك المره بهذيك الحلقه في شاب تلفن ما بتذكر الاسم ومعه حق بعتقد انه وقت اللي قال انه شو صارت الاشياء نفسيه عم هينه على الناس وبنعملها هيك هينه ويلا نفسيا يلا افترقوا. انا بعتقد معه حق ل اكستنت طويله لانه بعتقد وبذات الوقت ما معه حق لأنه في ناس عم بيكونوا نفسيا عن جد مش عارفين شو بدهم وبيعلقوا بزواج وهودي أكيد بدهم يرجعوا ينفصلوا. بس في ناس عم يعملوا they make up their own نفسية من الأشياء الزائفة من الأشياء الاحتيال من أسباب في نفس يعقوب إلى آخره. وبعتقد أنا هون بديكون الكنيسة بالتحضير للزواج بدها تكتشف نفسية بديكونوا هالكابل اللي عم يعملوا هالسيشنز هودي لنفسية العمق تبع الإنسان. طبعا نحنا كإنسان ما فينا نكتشف عمق الآخر بس فينا بالصلاة للروح القدس كتير ونشد إيدنا ونحن عم نحكي معه ونحكي مع يسوع بذات الوقت والروح القدس لينهلنا نكتشف هالأشياء هايدي. وهل ما أنا بدي جاوبي أنا وهل بارا بدي جاوبي شغلة بدي أولى بعدين دي شغلة بدي أولى أبونا لأنه إذا ما تركز على أنه أنتوا اثنين اللي عم تتجوزوا أنتوا صرتوا عم تولدوا من جديد بمي جديدة بحياة جديدة بتعاطي جديد أنتوا ما فيكن إذا مش حاضرين لهالمغطس اللي أنتوا عم بتفوتوا عليه هايدي مع ولادي جديدة مخاط جديد مش قادرين تاخدوا فكروا فيها. أنا بشكرك كثير أبونا سهلة صاري ما حبيت وقفة هي أساسا ماري كل مرسي ماري أساسا كل سوا هي الكنيسة كأم حنونة عم بتلاقي طريقة لأنه عم بيصفي البيت جهنم وعلى هذا عم بتلاقي طريقة عم بتقول نفسيا حتى ينفصلوا عن بعضهم ونريح الأولاد شوي. نعم نشكر اتصالك ماري ومنأخذ اتصال من العراق. تفضلي. ألو ألو أهلا تفضل. نعم مرحبا. يا أهلا كيفك؟ أين العراق؟ تفضل. ألو نعم عم نسمعك تفضل خينا انقطع الاتصال. ماشي حرام رح نطلب من خينا من العراق يرجع يجرب يتصل كان الاتصال يمكن عاطل ما عم يسمعنا. بناخد اتصال جديد. سلم المسيح. ألو ألو اتصال جديد. سلام المسيح. وي بونسوار. سلام المسيح. يا أهلا سألك للمونسيور بولس. مرسي. أنا عم بحكيكي من فرنسا عم تابع الحلقات كلها تقريبا اللي بتحطوها عن التلفزيون. دونك عندي سؤال. أنا عايش بفرنسا وعم شوف بين الزواج المدني والزواج الكنائسي المشاكل اللي عم بتصير في عند هو السؤال إنه الزواج المدني هل هو خطية؟ يعني الكوت يلي بيتجوزوا وبيجيبوا أولاد وبيعيشوا حياة طبيعية هون شو بالنسبة لله؟ هل هم خطيين؟ مرسي حبيبي. بالاجتماع بالعائلة بروما صار في كتير صراع ونقاش بهالقضية. وين الصعوبة؟ هي الصعوبة انه اذا شخص كان مجوز وتزوج تاني زواج مدنيا ما بقش فيهم يستقبلوه حتى يتناول حتى يشارك بالقربان المقدس. وبعد الكنيسة بعدها ما لقيت حل لهالقضية لانه مش عم بتلاقي. يمكن ربنا يروح قلوس ينورها من هلا العشر سنين او خمس سنين او سنة تقدر تلاقي طريقة. بس تأكد انه كانوا القرادلي والاساخ ان العالم كله سوا كانوا بعد ما لقوا الحل انه هالشخص يقدر
يشارك بالمناولة بالقربان المقدس. نعم، فإذا نشكر خينا من فرنسا على هالمشاركة واتصال جديد. سلام المسيح. ألو. ألو. نعم سلام المسيح. ألو. نعم تفضل. سلام المسيح. بقلبك. زايد بلا وتر، بدي اسال ابونا من شيء عن الزنا اللي بيفسخ الزواج. هل الزنا هو اكبر خطيه ولا في مثلا اذا مره بدها تسمم لزوجها مش خطيه اكثر من الزنا؟ تسمم عم تقتل هون لا تقتل. اول شيء بالنسبه اذا وقت المره الماضيه قريناها انه من طلق امرأته إلا لعلة زنا، هذا بإنجيل متى فصل 19. وقلنا في كنائس الشرقية انطلاقا من هنا بيطلقوا إيه؟ هل الكنيسة اللاتينية هذا لا مش داخل. هل إذا في تهديد بالموت وكذا ساعتها صارت تشتغل مش بس الكنيسة، صارت تشتغل الدولة. الدولة ما تشتغل عشان بس إنه انه يسوع مش رح يجي يقول لانه من شان الزنا يقدر يفسخ الزواج، مش هو اعظم خطيه؟ بالفرنساوي بيقولوا لو مارياج ايليجيتيم تيوريكمون. ايه ايه تو ريزون، بس القضيه وما فيها انه اليوم بهالشخص اللي بيصير فيه خطر على حياته ساعتها في تدخل السلطه. اكيد انا مش عم هيك عم بحكي، لان عم بحكي عن السنه الشرقيه، لان هي بنوجدت بس بانجيل متى، هو متى يمكن يكون زادها من شان اليهود او الشرقيين اللي كانوا، بس من شان التفسير هذا. ممنونك ابونا. اهلا ميرسي على اتصالك. ناخذ كمان مشاركه. سلام المسيح. ما في اتصال هلا، انقطع الاتصال. طيب فاذا انا احنا مشاهدينا بعدنا بصدى تلقي اتصالات هون على 01-255-500، واذا كنتوا خارج لبنان 00961-1-255-500. لبينما يرجع يشتغل السنترال ونرجع ناخذ اتصالات، بدي اذكر انه هيدي الحلقه فيكم تكونوا عم تحضروا اعاده لها بكره الاربعاء الساعة 3:30 بعد الظهر على نور الشرق، هالمحطة التابعة لتيلي لوميير، ويلي هدفها تكون عم تنقل كلمة الكنيسة. وكمان إعادة نهار الخميس الساعة 1 على نور سات. وباخذ اتصال جديد. سلام المسيح. بونسوار. بونسوار. بدي أسأل المونسينيور خارج نداء الكهنوت، بقدر أسأل سؤال؟ نعم أكيد. نعم. أهلا وسهلا. بدي أعرف أبونا ليش لغيوا المراحل 14 أثناء الصيام بالكنيسة؟ مراحل 14؟ إنه بالكنيسة كنا قبل يعملوا 14 مرحلة درب الصليب. نعم كل نهار جمعة. إيه مش هي مش كلهم، هو في مدة بعض الأبرشيات قالوا هيدي قضية لاتينية نحن بدنا نلغيها. بس في كتير رعاية وين ما كان بعد ماشي وين ما كان. وبعدين بحب نعمل دعاية للرابطة الكتابية، طلعنا كتاب فيه 7-8 درب صليب هن تأمل بألام المسيح، فيك كمان حتى تعمليهم بيتي. بس مش كل الكنائس شالوها في مدة بعض في أبرشية، بس هي عملت مبدأ انه نحن بقشتها مش لاتينية هايدي، بس لا هايدي شيء كتير حلو وتأمل بألام المسيح. نعم نشكر أختنا على اتصالها ومناخد كمان على اتصال. سلام المسيح. سلام مسيح لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا على هالبرنامج كتير حلو واللي كتير عم نستفاد منه. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. بس أريد أعرف أنه مثلا أنا سيدي يسوع المسيح شلون بكون راضي عليه؟ بدي أعرف هل لعني مثلا في لعني مثلا على شخص، بدي أعرف كيف بتروح. بس أريد هالشغلة من أبونا، وأنا كتير عم يفهمني شغل طغير مرة كمان حكيته معك. بس يمكن الأبونا ما فيهم سؤال. ويعطيك ألف عافية والسلام لأبونا. بس هيك صلاة خاصة لكل سوريا. نعم رح نحملك أنت وسوريا كلها بصلاتنا. بس المسنير ما كتير فهم سؤالك، ممكن ترجع تعيدي شو السؤال؟ أنه مثلا أبونا ما بعرف هيك بتحس الإنسان عليه مثلا هيك غضب ما بيتوفق بولا شيء. الغضب يلي بيكون بيغضب ما بيتوفق بشيء. أول شيء أنا يعني هيك ما بعرف ما أنه مرتاح، ما في يعني لا بأكله لا بشكله لا بعمله ولا بحياته وبيته. بس أنا بديش يومك لأني زعلان. بس قال يعطيك العافية ماري تيريز، وأنا بطلع لي شيء الله يعطيك العافية. ما أنا عم بتعب، هي بس
بجمالها هي عم تلعب بالتلفزيون بس. يلا لا شك هو ربنا بيعطينا هالسلام، هذا اهم شيء. لما نحن بنشترك ان كان بالذبيحه ان كان بكلام الله بسهره انجيليه بيعطينا هالسلام، وهو بيساعدنا حتى يكون عندنا هالهدوء مع بعضنا. دائما مأكد بالصعوبات خاصه بسوريا، من الناس بتنرفز على بعضها الى اخره، بس بدنا نجرب نعمل مجهود حتى بيقضي شو في الام ومصائب من برا، حتى ببيتنا يكون في نتفه هدوء نتفه سلام. نعم، فاذا نشكر اختنا كمان على اتصالها وناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. الو، صرت على الهواء. سلام المسيح. الو، ايه يا هلا. انا من هولندا، بدي اسالكم سؤال. من هولندا، اهلا وسهلا فيكم، تفضل. اولا نحن خلال الصوم لماذا يعني يجوز اكل السمك لا يعتبر لحم؟ ايه، لكن الكنائس متعدده. كنائس عندي بعد، قولي شيء بعد. وسؤال ايه، انا السؤال في سؤال ثاني بعد يما خلص. السؤال الثاني، لماذا يقال قديس يوحنا فم الذهب؟ يوحنا فم الذهب. ايه، وغيره. ايه، اول شيء بالنسبه لقضيه السمك او السمك، الكنائس متعدده. في كنائس ماشي ابدا وبيصوموا للساعه 3 او 4 بعد الظهر. في كنائس لاتينيه بيسمحوا باكل اللحم. في كنائس ما بياكلوا برضه بيسمحوا باكل السمك. في ناس بياكلوا الى اخره. نحن ما في عندنا شيء اجباري. كل واحد بيعمل حسب ايمانه، واذا كنيسته قالت له شيء بيحب يمشي معه، ولكن ما في شيء بيجبرنا ابدا انه نتبع، لانه بالانجيل ما في شيء اجباري، كله حريه، حريه ابناء الله. المهم انه زمن الصوم يكون مميز انه نحن عم نعمل الجهاد المسيحي، هذا الاول. ثاني شيء بيسموه يوحنا فم الذهب، لانه وعظاته كانوا كثير طيبين، كانه يعني احلى معادن هو الذهب، واحلى وعظات لقديس يوحنا بطريرك القسطنطينية. نعم، شكرا مونسيور. اتصال جديد. سلام المسيح. الو. الو، نعم، سلام المسيح، تفضل. سعيد شر، بدي احكي مع اشترك بالبرنامج. تفضل، انت على الهواء، تفضل. نحن لك. الو. وي، مجد لله ابو نابولوس. دايما لله. في زمان سنه 69 سلموني، انا بدي سؤال. انا والاب جبران مالي. ايه، حبيس. ايه، على راسنا الاب جورج عقل شقيق الاس اخ سرجيت عقل. ايه، قيسة بعض ربطة. ايه، صار حديث بيني وبينه من هذيك الايام، قال لي على الخلافات اللي عم بتصير لازم، انا باكد لازم نعمل جواز مدني بالاول، ان صار في خلاف بيقدروا ينفصلوا، اما الكنيسة بدها يكون بحكمة. هل ترى مضبوطة يعني بعضها من هذيك الايامات، هي حوالي من سنة 69 والسبعين. هلا بعد ان عيناقشوا لحد هلا بهالقضايا، قضية كلها سوا، ربنا بيجمعنا وربنا بيقوينا. هلا بين الزواج المدني والزواج الكنسي جدالات، قد ما بدك في جدالات، ولحد هلا في جواب. نحن بالنسبة لنا واضح، المؤمن إذا حاتم بده نعمة يسوع بيتزوج بالكنيسة. يعني المؤمن ما لازم يكون عم يتجوز وحاطط براسه فكرة الطلاق. ايه، عم يتجوز لا يتجوز. يتجوز. ايه. نعم، نشكر اتصالك خينا، وبناخذ كمان مشاركة. سلام المسيح. الو، اتصال جديد. الو، تفضل. نعم، يا أهلا، تفضل. غيت معك. نعم. رجعت. غيت معك. نعم، تفضل، عم نسمعك. مرحبا ابونا طول. اهلا، بالاخبار؟ الله يبارك. ايه، امين امين ربي. ابونا طول، بس بدي اسالك سؤال على
هذه الحلقة. معلش اسأل. اسأل. في واحد في واحد يوحنا 5:14 إذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت فليصلي والله يهب له الحياة. وأعني الذين يرتكبون الخطايا التي لا تؤدي إلى الموت. هناك الخطيئة تؤدي إلى الموت ولا تطلب لها الصلاة. أبونا فول الله يخليك. أهلا وسهلا. أبونا. هو عم بيحكي هوني. شو؟ إيه. بس دقيقة أبونا. إيه. هون بس دقيقة. حاولت أتصل مع كل المواقع ما عم بيجاوبوني. فبدي أنت توضح لي شو هي الخطايا اللي تؤدي إلى الموت والخطايا التي لا تؤدي إلى الموت. أهلا وسهلا فيك. نحن بقول بكل بساطة عند الخطية المميتة. الخطيئة المميتة يعني شخص عايش بالزنا أو بالقتل أو بالشهادة الزور أو غيرها، هذا بيكون عنده نسميها خطيئة مميتة يعني تقوده إلى الموت لأنه انقطع عن كنيسة. والخطيئة لا تقود إلى الموت هي خطيئة بسيطة، هذه بنسميها خطيئة عرضية. هذه حقيقة بمحبتنا ليسوع بعمل المحبة والإحسان والصدقة ربنا بيغفرنا إياها. نعم نشكرك على اتصالك خينا ومنأخذ كمان مشاركة. سلام المسيح. ألو. ألو مستخير. أهلا مساء النور. كيفك مريضة بارك؟ الحمد لله. أبونا بارك كيف صحتك؟ الله يبارك حبيبي. بدي أسأل سؤال. أنا كثير أنا مؤمن مثل ما رب يسوع المسيح علمنا. نحن ديننا دين أول دين خنوع المسيحيين. شو عنا؟ عنا في كثير من الأخوة بيسألون كيف تروا الإنجيل؟ بيقولوا من ربك على خدك الأيمن حوله الأيسر ومن من سخرك ما يمشي ملاي من ترى صبغتي لدائك. بس في أهم آية بالإنجيل المقدس بعض بيقرأ المسيحية. بيقول أما أعدائي هؤلاء الذين لا يردون أملاك لا يصبهم ويصبحون أمامي هنا. لا يكون لا يشهد المسيحية بيعرفوها. أهلا وسهلا. يلا أول شيء حبيبي لما هو بيقول من ضربك على خدك الأيمن حول له الأيسر مش كون خنوع. لا هو عم بيقول أنت ببيتك أنت مرتك أنت خيك أنت جارك إذا هو عملك بالعنف أنت عمله باللطف. إذا سبلك بتسبله بتكون مثلك مثله. إذا فأذن هيدي أول شيء. تاني شيء السؤال الثاني يسوع أخذ خبر إذا بدك مثل اليوم للجريدة وقال لهم إذا كان الملك هل قد بيكون قاسي على اللي بيرفضوا؟ داش بده يكون ربنا مش قاسي إذا بدك؟ هل الناس اللي بيرفضوا ربنا مش بس بيموتوا المعترين بيروحوا على جهنم؟ فأذن هون مهم جدا لما نحن بنرفض الله يعني بنكون برات الملكوت. نعم. نعم مسنير قبل ما أخذ الاتصال الأخير بس فكرة أنه هو مش من ضربك على خدك الأيمن در له الأيسر يعني وجه الثاني خد يعني ولكن در له الوجه الآخر يعني وجه المحبة يعني اللي بيعملك بالعنف أنت عامله بالمنيح. هي أكثر هيك لازم يمكن نقريها ما هيك؟ النص واضح النص نسيت بتفي على هذا هو حسب الترجمات. ايه هلا اذا بدك تنبش على النص انا راح اخذ الاتصال الاخير بهي بدل الاتصال الاخير كون انا شفت النص. راح الاتصال الاخير نطرني لان نعتذر من كل الاشخاص اللي حاولت تتصل اليوم يمكن كان في ضغط كثير على الخطوط وكنا عم بنفصله قبل ما نقدر ناخذهم على الهواء. نعتذر منكم مشاهدينا ومنتشكر كل الاشخاص اللي شاركونا واللي اختاروا انه يكونوا عم بيسهروا ليلة الثلاثة برفقتنا. فإذا مسامير نحن نهايتنا وصلت ل معك حق فحول له الآخر. نعم عفيك. نعم أنا ترجمتي أنا الآخر. أنت ترجمته في ترجمة غير الأيسر. إيه مثل بعضها هي زيتها. على كل حال نحن قلنا أنه بالعنف اللطف هذه هي أهم شيء. نعم فإذا الأسبوع المقبل مشاهدينا موضوعنا رح يكون الحياة المكرسة. كنا وعدنا المشاهدين ما هيك مسنيار؟ ايه نعم. فإذا عن الحياة المكرسة وهلأ وبيكون إنجيل إنجيل نعم. فصل 10 من أي إنجيل؟ مرقس. مرقس 10 10 من 17 إلى من 17 إلى 8 إلى
من شو ده 27 27 ذكر. فاذا عن الحياه المكرسه اوكي. فاذا مسنيار بدنا بختام هاللقاء الزبيد الروحيه من اجمل شيء هي الحصاد كثير والفعل قليل. فاذا نحن مطلوب منا كل سوا نكون مستعدين نشتغل بكرم الرب. اذا نحن ضعاف اطلبوا من رب الحصاد اول شيء، مش بس انه الباقيين يجوا عند الحصاد. نحن لما بنصلي انت يا ربنا هيئ قلوبنا حتى نحن كمان نجي على الحصاد ونشتغل بملكوت. فكرت بجملة اليوم مرقت معي مسنيار، انه شو حلو انه الاشخاص اللي ما فينا نحملهم الله، نحمل الله لعندهم، نحملهم لعند الله. حلوة نحملهم بالصلاة. نعم ايش في احكي معي خلاص اعتبرها زبيدي رحية. فاذا مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا على اليوم. موعدنا بيتجدد باذن الله الأسبوع المقبل يعني يوم الثلاثاء الساعة 9:30 مساء مباشرة على الهواء. حتى نلتقي، باستودعكم سلام الرب يسوع. الله معكم.